أحياناً الدنيا بتديلك، وساعتها بقى ممكن تتغير، ممكن تبقى كويس وتفضل بتتعامل مع الناس بطريقة تمام. في الطريق كتير من النجوم في أول سلمة بيجروا وراء أي صحفي أو أي إعلامي عشان يكتب عنهم كلمة، ولكن لما بيتشهروا في ناس كتير منهم بتتغير، للدرجة اللي وصلت مؤدي مهرجانات كانت الدنيا مكحرتة معاه يطلع يهاجم الصحفيين ويقول فلوسهم حرام. تعالوا نرجع ونشوف مين بيعمل إيه. مؤدي المهرجانات حسن شاكوش من كام سنة ما كانش حد يعرفه ولا يعرف هو مين ولا بيعمل ايه، ولكن بعد فترة من الزمن عمل اغنية اسمها بنت الجيران، ودي اللي خلت الناس تعرف مين هو حسن شاكوش. ولكن حتى الاغنية اللي كانت سبب شهرته عملت له ازمة كبيرة، لان لحنها كان مسروق من اغنية تانية بتاعت محمد حمائي اسمها حاجة مستخبية، وهو عشان يهرب من الموضوع قال اصلاً ده محمد حمائي واخد اللحن من اغنية تركي. المهم مش دي المشكلة الوحيدة، لكن كمان حصل خلاف بينه وبين عمر كمال عشان الفضل كله اتنسب ليه في الأغنية، رغم ان عمر كمال هو مهندس الأغنية اصلا. لكن شاكوش طلع وقال لا، دي أغنيتي سجلتها بصوتي، وبعدين دخلت عمر كمال معايا ومسحت صوتي وحطيت صوته معايا. حسن شاكوش لما اتمنع عن الغنى طلع اشتكى كان ناقص يبكي، لانه بيقول معرفش اعمل حاجة تاني لان ده اكل عيشي ومش عارف هعمل ايه دلوقتي. اللي صحيح هو ليه توقف عشان طلع قال كلام وصفه نقيب الموسيقيين وقتها هاني شاكر بانه كلام اباحي، ده كان بسبب خلاف بينه وبين واحد من صحابه وحد اقدم منه في الشغلانة وانجح منه بكتير، وهو رضا البحراوي. الاتنين كانوا مع بعض في حفلة، وحسن شاكوش كان طالع يقدم فقرته فصمم ما يطلعش قبل ما فرقة البحراوي تلم حاجتها وتمشي، واتكلم معاهم بطريقة مش كويسة خالص. وبالفعل حصل أزمة بين الاتنين، وحسن شاكوش غنى وقال كلام مش كويس ورضا البحراوي رد عليه، فنقابة الموسيقيين وقفت البحراوي شهرين، وقفت حسن شاكوش بشكل نهائي. ساعتها طلع اشتكى ويقول ده أكل عيشي، ولما ربنا كرمه ونقابة الموسيقيين رضيت عنه وعمل تظلم واتقبل ورجع تاني يشتغل اتفرعن وبقى محدش قده. حسن شاكوش اللي من كام سنة كان يتمنى حد يسجل أو يصور معاه، النهاردة بعد ما بقى نجم بقى بيهاجم الصحفيين والإعلاميين، وكمان بيهاجم زمايله من النجوم زي مثلا المطربة شذا لما طلع قال مين دي؟ معرفهاش والله، وده بعد ما وصفته بأنه مستفز وبيتكلم غلط. لما اتكلمت على سرقة لحنه الأغنية بنت الجيران، الفنان حسن شاكوش بيقول على نفسه أنه بيأدي طبقات نادرة بصوته محدش يقدر يعملها غيره، والحقيقة اللي كبرها في دماغه هو المطرب صابر الرباعي لما قال أن حسن شاكوش ما بيعرفش يغني طبقة القرار زي الرجالة، ولكن بيعرف يغني بصوت أقرب لصوت المطربات. ومن ساعتها حسن شاكوش ماشي يقول أنا عندي طبقة صوت نادرة. الفنان حسن شاكوش لما ربنا كرمه واشتغل والقرش جري في إيده طلع يقول أنا عملت فرحي بـ4 مليون جنيه، وده اللي خلى ناس كتير تهاجمه وتقول إن كان من فترة بيقول أكل عيش وقف وعايزين نشتغل، ودلوقتي طالع تقول صرفت على فرح المبلغ ده كله. الفنان حسن شاكوش بعد ما عمل فرحه وعزم ناس في منهم نجوم ما قدروش يجوا، فطلع هاجمهم وقال انه حطهم في القايمة السوداء وانه كاتب اسم كل واحد حاضر ومسجل اللي محضرش عشان يردها لهم في افراحه.